الدكتور عبد الرحمن الشواف استشاري طب الاطفال في مستشفى انترناشونال هوسبيتال في الجيزه. نقوم في مستشفى انترناشونال ده ولايه الاطفال بعلاج حالات السكر وامراض الغلى المختلفه. يتم علاج ايضا نزلات المعويه والجفاف، امراض الكلى وامراض التهابات البوليه، كما يتم ايضا علاج التهابات الصدر والنزلات الشعبيه والتهابات الرئويه. يتم ايضا علاج حساسيه انواع الحساسيه المختلفه سواء كانت متعلقه بالجلد او متعلقه بالصدر والانف والاذن. نحن نهتم باطفالكم.